الكواليس حكينا شوية على الكواليس مقابلة مازنبي خالد الشهير، شنو هو ساعد الماتش هذاك بخلاف الحكم و الاسبيرونس كانوا لاعبين مش في نهارهم معناها ولا ليه شنو؟ ليه ليه ما كنتش تحسوها كيفنا نحن نحسوا فيها. نهارتها راه وصلونا لساعة التيران مخر، فيسير ما فماش، ما عطونيش فيسير، بدلوا في الكار وبدلوا فوز جبريسك فوز العبيد. الاربيتر ساعة ما نحكي لكش ماهوش موجود جملة، الاربيتر تفوت السطر يزف ريحته بتشرب شنو حكايتها الاربيتر ماهوش نورمال، ماهوش صحيح صحيح تحكي من اللي عملش عليه يقول يعمل حاجة ماهيش نورمال. شو متعشى انت قول ما تحكيش ما تنجمش تحكي معه بالرجل في عالمية. ايه شميت ريحة انت ولا ما نعرفش عليه بكشي ريحته ولا ايه نعرفش خير. الاربيتر تفوت السنتر فوت ما فميش ما فنلعبنيش، ما خلنيش نلعبوا جملة الاربيتر ما خلنيش نلعبوا جملة. ايه كمان مش خمسة والله العظيم اكثر يعطيونا كز الدنيا يعطيونا اكثر باللي كونديسيون اللي فيها ما تنجمش تلعب كيما الكلوب. ليه ما نعرفش دخلنيش بالمواضيع هذو ما ندخلش فيها ما نعرفش خويا. نحن نعرفت اخويا انا نفوز تيران اللي شفت عمري ما شفته في تاريخ الكرة عمري عمري. الكلوب معناها كلا تسمانية معناها عادي معناها ولا فم شنو فم شنو فيه الملعب هذاك معناها في شيء ما في شيء مازنبي قوية ولا شي فما يصيروا حاجات ولا شنو يصيروا والله يصيروا في سيتو في تيران هذاك مع البريزيدون هذاك راهم يصيروا برشا حاجات تتوقع حيش. باهي كيف كيف من المقابلات خلينا نقول بدينا بالخايب نحن طبعا نجيو للباهي. المقابلات السيئة خالد ليك مقابلة ليتوال ليسبيرونس خمسة بلاش هذاك مع النجم الساحلي نعتبرها من أسوأ مقابلات عليك كيف كيف نجم تكون هي ومازنبي نجم تكون ما كانش ليسبيرونس في نهارتها في نهارها ما كناش في نهارتنا الجملة ما كناش ما كانش فما البيتر لا 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 ما كناش وقتها في نهارتنا مانيش مخنا ما فهمتش الماتش هذاك شنو سيرتو وقتها زاد مايكل ما مايكل جا مخر من نيجيريا ما لعبوش وقتها نبيل معلول دونك تجي راه ونجور سون راه نورمال في الكورة تجي راك تشوف في بطولة العالم مانشستر سيتي تخسر خمسة الأخرى نورمال. بعد في الكوب ذا اللي رجعت ريفونس وي عملتها زينة تريبلي ما صارتش في تاريخ الاسبيرونس في تاريخ كورة ما الاسبيرونس عمرها ما هز تريبلي زينة كوب وشامبيونا وكوب دافريك وانتي كان عندك فضل غادي في خاصة في ماتش الكوب كي خرجت سانتوس اي وقت زاد حتى في الماتش هذاك ما تخناش بليا وقت هما خير منا وقت لعبوا خير منا كان ما خرجتش هذاك الحمراء برشا اي بيان سور تقلب بروفوكاسيون تبع الكره تشي خالد كي تبروفوك ملياعبي كي تخرجوا مش بيان سور تخرجوا على اعصاب شكون الرابح نحن رابحين اخي خرج هو راه 15 مينوت دو جو راه لعبنا مرتاحين على الاخر بعدها ب 5 مينوت ولا 10 مينوت راه ماركينا اش عملت؟ ما طلوش شيء واحد خرج واحد خرج ما تحكيش الحكايه اللي عملتها له اصلا ما تحكيش هذيك الكونديسيون تاع ماتش راه ما في العالم كامل هكا ما حكيش معاك بعد ولا حاجه ماشي على روحك ماشي على روحك صمت ثلاث ايام ولا مالي بعدك الحلفه نتاع رباعي هزيت انا تسمى بديت اللي هزيت وانت والله تتسمى رباعي مش تيتر عندي في الدار الكوره عندي انت ما قصدتش هذاك ما قصدتش هذاك ما هو كتيتر جاني انا جاني نيور جوار نتاع الكوباراب هذيك كامله خديتها تيتر عندي في الدار تو ندمت على حاجات عملتهم خالد في المسيره في الترجي وقتها ولا حتى جمعيات اخرين انك مثلا تسمع عليك ملاعب مستفز شويه تعمل برشا بروفوكاسيون ندمت على والله العظيم والله العظيم ما ندمت على حتى حتى شيء في الكوره الحمد لله خاطر يقولوا البارا خالد الانسان ما حلاهوش عارف الناس كل تعرف لما في التيران هذوك هما اصعب ريبوست في الكوره هي البيفوره مش بو دوزيام بيفو كيما مجدي كان يلعب معايا اصعب بوست هو البيفو اللي قدام الديفونس الدهك الكل عليه وديما على اعصابه تتفكروا كرة ساعه بونتو يزم يجري يزم يفك كوره يكسر اللاعب يعمل بروفوكاسيون برشا معناتها. باهي قد عملت من عام في تراش 2008 تعطيكش 2012 دونك كيفاش تقيم هذه التجربه؟ اربع سنين والله الحمد لله مادام هزيت تترويت برشا تترويت احسن تجربه ليك ناسيونال وخذيت برشا دي تيتر من الميور جوار وخذيت برشا حاجات باهي دونك بتكون كانت تجربه ناجحه. علاش خرجت؟ اول حاجه خرجت خاطر ماني قلت لك كونديسيون معناتها في الاخر ولات سوتو معينه مش باهي سوتو الكوب دي موند هذيك اللي خلتني شنو صار باش تبدل خاطر كنت ملاعبي اساسي كنت ملاعبي مهم كنت ملاعبي محبوب من الجمهور نعرف شنو صار؟ ما صار شيء صارت العركه ذكرها من كنت الويديات فينال مع دي كاستين اللي غاديكا
بعدها مو سنابيل مشي على روح جدو كاستيل قعد شد البغ فهمت روحت من الكيم ناسيونال انا كنت دافريك وقت مشيت نحكي معه الرجل قال لي بالنسبه لي انا ما تلعبش معي قعد شد البغ فهمت مشيت نحكي مع المسؤولين قلت له راه ما ترانيش عنده ترايب ما ترانيش بالنسبه لي انا ما ترانيش عنده واحد كيار فهمت زيد دبشي هبط نترينا مع الاسبوع وحدي كي كلمت سي حمدي قلت له ما تخلينيش في المشاكل ما نحبش مع مشاكل قال مادام ماشي معاه ريزيتا هاني باش مش ما عملش مشاكل معاه نهبط دبشي قال لي اليوم اللي الحقيقه سي حمدي وقف معايا برشا قال لي اليوم اللي قلت له والله سي حمدي خليني برد شويه وجهي مشيت ترينا مع الاسبوع وانا مع الاسبوع ومن بعديك بدات تدور يوم مع مع لي ريزيتا كل شيء كاو طلبني سي حمدي قال لي ارجع ترين على روحك راه شنو كثيره باش نحي ورا وماتش ماتش فيه معناتها طلع معناتها يعني في برشا مشاكل مع جواريت ويضرب راس براس وترى شنو رجعت وبعديك جاتني قطر جات عندي كلوز براتوار وقتها 800 الف وجبتها ومشيت على روحي حبيت على الحقيقه وقت رجعوا سينا رجع سينا بالمعلول شد في سي اقعد 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 انا قلت خلينا نمشي نجرب اكسبيرينس اخرى وكا لو على فلوس فما ليه ليه مش والله ليه مش حكيت فلوس فما سيت مومون في الكوره كي تز برشا تيتويت وتز كل شيء راهو يزم تمشي على روحك تخلي بلاصه لغيرك فهمت والله مش ديما قلت لاعب كيبدا في القيمه نتاعك انت خاطر متفكر كنت ما شاء الله في الاكسبيرينس معناها بقدرك من احسن اللاعبين معناتها اي اما راه وانت مثلا كي انا ساعات في الاسبيرونس فما شنو اوبجيكتيف اكثر حاجه هي الشامبيونز ليغ الشامبيونز ليغ تاع هزيناها وتعبنا عليها وكل شيء قلت خلينا نجرب اكسبيرونس ابري تو الاسبيرونس نجم نرجع لها جمعيتي فهمت نجم نرجع لها تو مومون فهمت نجرب اكسبيرونس خرجت راه بصحبه مع ناس الكل وحبوني ناس الكل وكي خرجت من الاسبيرونس عملت كلوز عملوا لي كلوز اسبيرونس كي نمشي لقطر ما عنديش الحق كي نرجع لتونس الا ما الا ما جمع ما نلعب في تونس كان في الاسبيرونس ما كنتش ندفع مليار صحيني في ورقه هكا رجعت لعب في البلوب انت رجعت فيهم شنو صار وقتها تفهموا من بنات بعض البلوب والاسبيرونس تفهموا فين تمشي تفهموا باش ما نسماش ما يخلصوش المليار فهمت سليم الرياح وحمد المدب ما نعرفش لي ديتال والله ما نعرف حتى نجيو بعد المشي للكلوب خلينا نكملوا شويه على الاسبيرونس علاه مشيت للسيليه وقتها كنت متالق علاش مش اوروبا خاطر خاطر جاني لي زوفر وقتها 2010 و 2009 وما خلانيش حمد من المانيا من المانيا جاني برشا دي زوفر وجاتني من بورصه سبور في تركيا جاني وقعدت معاهم على جون تاعي في لهنا في الاوتيل لهنا وكل شيء ما سايبونيش وقتها عندهم عندنا الاسبيرونس وقت بجي تيمش نزلوا تشامبيونز ليغ ما يخرج حتى حد من الشامبيونز ليغ وقتها ما كان عندك شيء ما عندي شيء وقتها جيت كان قطر لموك شويه على الخرجه في نهايه عقد ليه جبت لهم فلوس كلوز خرجت كلوز 800 الف يورو 900 الف يورو وقتها دون لو طون راه 2012 900 الف يورو تنجم تكون نجم نقولوا خالد هرب من المنافسه زاد ولا كان وقتها برشا بيفوات المولي هراوي زويغي عوافي بالعكس نحب الديفيت نحب هذا الكل انا لعبت في ليكيب ناسيونال في طومبوك لي بيفو طومبوك لعبت معاهم وكي جيت لاسبيرونس فما ثمانيه بيفوات مستا ثمانيه سيف الله المحجوبي والحامي ودقرلوي وبرشا ثمانيه ولعبت وفي ليكيب ناسيونال لعبت ما انا بغيت هذوما كل ديفيت عندي انا بريق الروح يا